بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم. إخواني وأخواتي وآبائي أبناء الجالية التشادية بالمملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا المستشار حسين عيسى علي، رئيس الجالية التشادية بالمملكة العربية السعودية. نحن اجتمعنا مع اللجنة المختصة حقت المرض كورونا، اللجنة حقت المملكة العربية السعودية برعاسة المدير العام حقت شرطة وأمانة جدة ووزارة الصحة والجميع الأعضاء حقت اللجنة. في الاجتماع هذا طلبوا مننا أن احنا رؤساء حقت الجاليات على أساس نشاركوا ونساعدهم على أساس أنه نقدر نخرج من مصيبة اللي حق مرض الكورونا هذا. طبعا المرض كورونا هذا أنتوا عارفين أنه مرض جانا مصيبة، ولازم أن احنا كلنا نتكاتف مع بعض نساعد السلطات السعودية على أساس أنه أن احنا نطلع بأقرب وقت ممكن وبأقل الخسائر من هذا المرض. طبعا أنتوا شفتوا المشاكل اللي بقى في الدول الأوروبية الكبيرة زي إسبانيا وإيطاليا والحاجات اللي بقى، وشفتوا حق أمريكا نفس الشيء. فأنا هنا في المملكة العربية السعودية نشكر الله ثم نشكر الملك ونشكر ولي الأحد الأمين على أساس أنه هم قالوا أي أحد عنده أي أرض حس بأي شيء من هذا المرض، من أعراض حقة المرض هذا، طوال يتوجه لأي مستشفى لطوارئ حق أي مستشفى ويعالجه بالمجان. وهذا نعمة من الله وما موجود في أي دولة من دول العالم. يعني هنا نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذا الشيء، لأنه ساونا أن احنا مع المواطنين في كل الإجراءات حقة الصحة والعلاج. الشيء الثاني، هم طلبوا، اللجنة طلبت مننا أنه بعض الأحيان بعض الحاجات لازم أنينا نسويه على أساس أنه أنينا نقدر نساعدهم. الحاجات اللي أنينا نسويه أول بأول، كلنا لازم نلتزم البيوت. المرض هذا أنت لو قعدت في بيتك ما يجيك، أنت اللي تطلع برا عشان تمشي تلمس باب، تلمس أي حاجة تقوم تشيل المرض وتجيب لعيالك. عشان كده هم طلبوا مننا نقعدوا في البيوت. هذا أي زول خليه يفهم. وفي بعض الناس قاعدين يطلعوا إشاعات في الجروبات حق الواتسابات أنه المرض ما في وكده. المرض ده موجود وهاجة وقف العالم ده كله، ما شيء يعني عادي. فأنا هنا لازم نفهم الكلام ده، يعني كلنا نقعد في البيت، والزول لو دار يطلع لازم يطلع يكون عنده شيء ضروري مرة واحد قبل يطلع. والزول لو يطلع ما يرسل الأولاد الصغار، لازم الزول اللي يطلع زول كبير عاقل عشان يمشي، ولو طالع لازم يخط القفاز ويسوي احتياطاته اللي قالوه الناس حقت وزارة الصحة. ولما تطلع تمشي تعمل أي مشوار ترجع تجي، أول بأول تأقم يدك، تغسله بصابون جيد وتأقم يدك، بعدين تجي. حتى الجزمة اللي أنت لابسه تحطه برا بعيد شوية على أساس أنه ما ينقل لك الأدوى جوا بيتك. والشيء اللي بعده، أي أعراض واحد من أبناء الآيلة لو حس بأي أرض من الأعراض، على طول تقوم تتصل وتمشي لأي طوارئ من الطوارئ الموجودة قريب جنب بيتك في أي مستشفى، ومجانا يكشف عليه، وإذا كان فيه له أي أرض يدوله الأدوية والعلاجات مجانا. فلهذا الأساس أنتوا لا تترددوا، لأنه المرض ده أنت لو كشفته بدري كل ما يكون علاجه ويقدر يحتهوه بسرعة. الشيء الثاني، يعني كلنا لازم نلتزم بيوتنا، والأولاد الشباب اللي يقعدوا في الزقاقات ويقعدوا برا هذا طلبوا مننا إحنا نوعيهم ونكلمهم إنه الشيء ده جادي، ولازم يقعدوا كلهم جوا بيوتهم، ما يقعدوا يطلعوا يلفلفوا في الشوارع. الشيء اللي بعده، في لجنة صحية وجاية. اللجنة هذا بتجي في الحارات، الحارات اللي موجودين فوق التشادين. أن إحنا عندنا كوننا لجان من الشباب موجودين، وأن إحنا نقوم نساعدهم ويدخلوا في البيوت ويسووا الكشف الطبي. الكشف الطبي ده لما يجي يدقوا لكم الباب ده، ما في زول يمسك زول، ما في زول يحاسب زول، ما في زول يقول لأي زول. تجي انت وافراد عائلتك يعملوا لك الكشف ده، انت تتاكد انه بيتك ده سليم، بعد كده انت تحاول تحمي نفسك. هذا الموضوع ضروري، كلكم لازم تساعدونا وتساعدوا وزاره الصحه واي واحد يسوي الكشف. كل ما احنا سوينا الكشف وكل ما الحكومه السعوديه اتاكدت بانه المدينه ما فيها المرض، يمكن يفتحوا لنا المساجد في رمضان، ويمكن يفتحوا لنا الاسواق، وامورنا يرجع كما هو، وده مسؤوليتنا ان احنا كلنا. ايوه. وبعدين في عندنا بعض الناس من الشباب يقوموا يمشوا في الحاره، يجتمعوا في مكان ديوانية او في بيت 5-6-10 انفار. طيب انت ايش دراك انه الناس اللي اجتمعوا معاك في الديوانية هذا كلهم صحتهم جيده وما عندهم اي مشكله؟
يمكن واحد فيهم عنده الأرض، والمرض ده ما يبين إلا بعد أسبوعين، يدخل في الزول وهو يعادي الناس إلين بعد أسبوعين، بعدين المرض ده يكون يعني الزول ده نقدر نعرفه إنه هو يعني الأعراض تبدأ فيه عشان الناس يعرفوا. عشان كده يا أخواني وأخواتي، ما تقعدوا في البيوت مجموعات مجموعات وتقولوا تتونسوا، واحد يمشي سوبر ماركت يمشي يطلع برا يجيب المرض ده، وانت تشيل المرض ده توديه لأهلك أولادك وهريمك. في بعض الأسر المرض جاء، واحد بس شال المرض من برا جاب المرض وبعدين قام أثر في العائلة كله، تلقى 7-8 أنفار كلهم ماتوا، في أوائل زي كده كمان. عشان انت ايش بتستفيد؟ يجي واحد عشان تتونس معه 10 دقائق وانت تقوم تمشي تاخذ المرض هذا وتوديه لعيالك وتعادي ناسك، ده شيء ده يا جماعه خلوه. والجلوس في المطرقات ده مهم جدا، اي واحد خليه يلتزم بيته. يعني احنا عندنا اسمه شنو مشروع ثاني، هم طلبوا مننا اننا نسجل ابناء الجاليه الشاديه كل الاسر، اي اسره مع عدد انفار ورقم تليفونه نسجله وندوا له الوزاره عشان يجيبوا لهم مواد غذائيه. ما دامت الناس قاعدين في البيت وما شغالين قاعدين، هم قالوا يدوهم معونات. اي واحد خلي الاشاعات الناس قاعدين يسووه. يعني هنا ما عندنا اي حاجه نستفيد من رقم التليفون ولا نستفيد من رقم الاقامه. اي زول عنده اقامه ما عنده اقامه شادي عنده عائله يسجل بافراد عائلته ويسجل اسم الحاره حقته، يعني هنا ان شاء الله نجي مع وزاره الصحه نجي نوقف ونوزع المساعدات. والشيء الثاني انا اطلب منكم ما تاخذوا المعلومات ده الا من مصادر الحقيقيه. الناس اللي يتكلموا في الواتسابات، اي واحد عامل نفسه دكتور، اي واحد عارف، واي واحد يقول الكورونا ده حاجه يعني ما حقيقيه، الكلام ده انتم خلوه بعيد، اسمعوا الكلام ده من موارده. وانا هنا وزاره الصحه ادانا ارشادات، وهذه الارشادات ان شاء الله اننا نترجمها باللهجات حقنا اللي تشاهدين كلهم يفهموا ونوزع عليكم، وانتم خذوا الارشادات ده من المصدر. وهذا الفيديو انا اول فيديو اعمله مما دخلنا في الموضوع حق كورونا، لانه الناس يتكلموا انا ما لقيت معلومات من المصادر الحقيقيه، واليوم الحمد لله مشينا اللجنه ادتنا المعلومات. هذا انا نطلب منكم مره ثانيه كلكم اخواتي واخواني وابائي ابناء حق الجاليه في المملكه العربيه السعوديه، الله يرضى عليكم، بيضوا وجونا والتزموا بالقوانين. البلد هذا بلدنا، نحن عايشين فيه، اولادنا عايشين فيه، بلدنا وبلد الاسلام والمسلمين. انتوا لو افتكرتوا ان احنا اليوم الحرم مقفل، الحرمين مقفل، الصلاه ما في، واحتمال ان احنا لو مشينا بالطريقه هذا ممكن رمضان ذاته اي واحد يصوم في بيته ويصلي في بيته. فان احنا كلنا خلينا نعمل الفحص، كلنا نلتزم بالتوجيهات عشان ان احنا نساعد المسؤولين. قاموا هسه هم مشغالين بقدم وساق، نساعدهم على اساس ان احنا نعرف انه مدينه جده ما يكون عنده اي مرض، بعد كده يفتحوا لنا المساجد ويفتحوا لنا المدارس ويفتحوا لنا الاسواق والامور تصير بطبيعته. انا بقول لكم النائب الغنصل والغنصل هم قاعدين بليل ونهار على اتصال معانا وواقفين معانا، باي اتصال ان احنا نتصل نلاقي الغنصل واقف جنبنا، نلاقي نائب الغنصل واقف جنبنا، ونائب الغنصل هذا اتفرغ نهائي على اساس انه قاعد يتابع معانا الحاجات اللي احنا قاعدين نسويه بالمشاركه مع الغنصليه. انا اشكر الغنصل واشكر نائب الغنصل واشكر معالي السفير وذاته ما قصر، وان احنا دايرين من كلكم ابناء الجاليه على اساس انه تلتزموا وتقعدوا في بيوتكم. هذا اهم حاجه على اساس احنا نقدر نهارب. ليه نقعد في بيوتنا؟ على اساس انه ما نمشي نجيب المرض والزول اللي عنده المرض ده يجي يشيله ويودوه، ان احنا البقيه ان شاء الله نلقى العافيه. وانا اسال الله انه المرض هذا ما يكون يطول وقته، وان شاء الله الله يرفعه. وانا في هذا المقام اشكر قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والحكومه السعوديه والشعب السعودي. وحقيقه انا اشكر الابطال اللي اسي واقفين ليل ونهار، سابوا اولادهم واقفين في المستشفيات، والعساكر المرور والشرطه والبحث اللي كلهم واقفين قاعدين يعملوا لنا التنظيم على اساس انه يعني احنا كلنا ننجو من هذا المرض. المرض هذا ما يعرف هذا لونه كده، ولا يعرف هذا جنسيته كده، ولا يعرف انه هذا فلان ولا علان. المرض هذا اي انسان اخذ الميكروب هذا وراح في الرئه حقته معناته الله يعينه، ما في له دواء حاليا وما في له حقنه على اساس انه يدوك وبعدين انك انت الادواء هذا ما تمرض. في بعض الناس يجيبوا ويقولوا في تاخذ لك زنجبيل تاخذ، هذا كله كلام انتم خلوه، الوقايه خير من العلاج. وانا اشكر يعني كلكم واشكر ابناء الجاليه اللي متطوعين
واللي واقفين معانا ليل ونهار انه يعني هنا نقدم الخدمه هذا لجاليتنا. وحقيقه انا نشكر ابائي الخلفاء وممثلين حقت الشيوخ القبائل والسلاطين وقفوا معانا ووقفوا الشعب من البدايه الينا اليوم واقفين مع مكتب حقت الجاليه في الامل اللي يعني هنا بدينا فيه. انا اشكرهم جزيل الشكر ونقول لهم انتوا اوقفوا على اساس انه ننجحوا ونرفع سمعه حق جاليتنا. وما انسى الشباب، عندنا شباب كونوا لجان في كل الهارات وواقفين معانا ومتطوعين وشغالين لوجه الله. انا اشكرهم جزيل الشكر. وفي الختام ما انسى بوابه النهضه للامه الشاديه، هذه البوابه اللي تشتغل ليل ونهار في اعمال حقت الجاليه وتوئي الجاليه وقدمت لنا يعني خدمه كبيره. اشكرهم جزيل الشكر. وانا اسال الله علي القدير انه يرفع هذا البلاء عن المملكه العربيه السعوديه وعن جميع بلاد العالم عشان ان احنا كلنا الامور يرجع لطبيعتها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.